حاجه لله. هو يا عم ايه الاشكال اللي وصل لحد بتاع السوق؟ عايز اكل يا باشا. يا عم وانا اشتغل عشان اكلك ما تروح تشتغل؟ ايه الاشكال اللي وصل دي؟ النبي يا بيه جعان. هو يا عم عالم زباله والله، بقالي يومين ما اكلتش يا باشا، والله بقالي يومين ما اكلتش. اعمل لك ايه انا؟ انا اعمل لك ايه؟ اي حاجه. طب ما تروح تشتغل، شوف بتاع في اي داهيه. خد يا صاحبي، خد خد بس. هو في ايه مزعلك ده ولا ايه؟ كنت بقول له عايز حاجه اكل عشان بقالي يومين ما اكلتش، والعجوزه هي اللي مداريك معايا. انت مش شغال طيب ولا؟ انا مش من هنا، وكل ما بدور على شغل ما بلاقيش حد يريد يشغلني. طب ما تزعلش، انت عند ربنا احسن منه. حقك عليا. بص خد الحاجه دي. الله يخليك. يعني دي حاجه لله كده. انا متشكر. انا مش عارف اقول لك ايه. انا والله بقى كتير ما اكلتش. بشكر ربنا، وربنا اللي بعت لي. متشكر. ريحتك ما